العمل الوطني يعني. القوات من مصراتة وجاءت من الشمال من طرابلس ومن غيرها وجاءت من الجبل. يا ابني انتوا واخذين فكرة على لجنة المصالحة، اقول لك بامانة والله شرعيتنا اكتسبناها في مجلس الحكماء من الوطنية كأننا نمثل نواب برلمان، لاننا ورثنا تركة هكذا قدرنا، كما قدركم انتم تسكنون الجنوب المفتوح على قارة افريقية واسعة حدود امتدادها بألاف الكيلومترات. نحن قدرنا أن نأتي لا لنكتب تقريرا على ورقة باهتة، والله جئنا وقلنا هذا الكلام كل منهم كثرهم وخاطبنا العقلاء وخاطبنا الشباب وخاطبنا القادة. والله أنا أقول تراب سبها يكاد يحدثني ويكاد يناغمني أن ينتفض ليقول نعم لوقف إطلاق النار حتى يتبين الرشد من الغي. يا بني والله جئنا لا لجنة مصالحة كما تعرفون لتضع حدا بين إثنين أو رأيا يقدم إلى محكمة، نحن جئنا استجابة لنداء وطن. فالشمال خش عديدة طبعا. شكرا جزيلا لك شيخ مدير مكتب. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبتين، من معنا؟ مرحبتين يا اخي. مرحبتين في العزيز، تفضل. محمد البوسيفي. مرحبتين يا اخي محمد، تفضل. في محمد، شو اخبارك؟ اهلا وسهلا بك، تفضل معك المشايخ. بدي اشكر قواتنا الافاضل الجبهات جميع مدينة سبها الذي كان لنا يقدمون المسار سبها، ونشكر جميع المحلات التي فتحت، ونشكر الإعلام الحر الذي يعرض الواقع الحالي في مدينة سبها، ووجه نداء لجميع القنوات الليبية الثانية وخاصة ليبيا الأحرار، يعني تحط في حاجات، يعني أنا حاليا نطلق مدينة سبها، يعني حاجات تقبل أكثر حاجة من الطرف الآخر من قبائل السبو، نفصل بينهم يدخلوني على الخط ويفصل علي الخط. ما عرفت الشمل حتى باش الرأي بنحطه ما يكتب ما بنقوله، لين صاحبي قال نفصل في فجأة. مشكور يا أخي محمد، مشكور. تسمع رد إن شاء الله المشايخ. يعني أنا أريد أن أتكلم على جزئية أخرى. نحن نعلم أن الإعلام له تأثير كبير في الشارع، ونعلم أن أمهات الناس التي قتلت ما بين هذا الطرف أو ذاك الطرف تتألم وتحزن، ولكن ها الأمهات هذه